كل مرة بخربوا البشر دورة المي الطبيعية بيكون في نتائج سيئة. لما نحول طريق كميات كبيرة من المي أو نشيلها من النظام الطبيعي، مثلاً لما نضخ كتير مي من البير، منأثر على كمية المي الجوفية بالمنطقة، وهيدا الشيء بعد وقت طويل بيأثر على النظام البيئي وعلى النباتات والحيوانات وكمان على سكان الضيعة عنا.